فاليوم كنخلدوا اليوم الوطني للسلامة الطرقية برسم سنة 2015. هذه السنة من طبيعة الحال هناك مجموعة من الأنشطة اللي تنظيمها تقريبا على واحد المدى ديال أسبوعين، واللي تقريبا قضينا الأسبوع الأول وغادي نواصلوه بالأسبوع الثاني. بدينا تخليدي مواطن السلامة الطرقية من خلال تنظيم المهرجان الدولي لأفلام السلامة الطرقية برسم سنة 2015، واللي كان شاركت فيه أكثر من 50 دولة وأكثر من 100 فيلم، واللي المغرب حظى فيه الجائزة الكبرى، وهذا اعتراف وكذلك يعني تثمين المجهودات اللي كنقوموا بها في هذا الجانب التواصلي والتوعوي والتحسيسي، واللي كيعطينا كذلك مصداقيه بالنسبه للخطاب ديالنا، واللي كيشجعنا اننا نحسنوا ونقوموا نواصلوا التجويد ديال الاداء ديالنا فيما يخص التوعيه والتحسيس. كان كذلك يوم 16 و17 فبراير، كان اليوم كان نضمنا واحد المنتدى دولي حول السلوك، لان الكل يعلم ان السلوك هو من بين الاسباب الرئيسيه ولا من بين العوامل المرتبطه بشكل وثيق بملف السلامه الطرقيه، ورأينا انهم نضموا هذا السلوك من اجل هذا المنتدى باش نفهموا شنو هي التجليات ديال السلوك، شنو هي التظاهرات ديال هذا السلوك، ولكن كذلك شنو هي المقاربه الصحيحه من اجل تاطير هذا السلوك بواحد التاطير اللي هو صحيح. وهذا المنتدى الدولي نضمناه بتعاون مع جامعه محمد الخامس بالرباط وكذلك المركز الوطني للبحث العلمي والتقني. اليوم من طبيعه الحال هذا الصباح كان اجتماع ديال اللجنه الوزاريه تحت رئاسه السيد رئيس الحكومه، واللي صدقت على البرنامج المتعلق بالسلامة الطرقية للفترة المقبلة. وكذلك هذه الظاهرة عندنا يعني حفل توزيع الجوائز المرتبطة الخاصة بواحد مجموعة ديال المسابقات المرتبطة بالسلامة الطرقية في بلادنا، واللي نضمناها خلال 3 أشهر الأخيرة، واللي اليوم كنوصلوا للمرحلة النهائية أننا نتوجوا واحد مجموعة ديال الأعمال المرتبطة بالسلامة الطرقية، مثل أحسن سائق مهني، أحسن مقاولة، أحسن مدرب تعليم السياقة، أحسن بحث علمي، أحسن ملصق، أحسن مشروع غنائي، وأحسن سيناريو. إذا هذه كلها مبادرات تحفيزيه تثمينيه من اجل ابراز كل الجهود الخلاقه في مجال السلامه الطرقيه في بلادنا. ومن طبيعه الحال سوف نواصل المشوار بمجموعه من العمليات ذات الطابع الجهوي والمحلي من اجل الوقوف على كل المشاريع المرتبطه بالسلامه الطرقيه في بلادنا. هناك كذلك اعتقد انه على مستوى النتائج، اليوم النتائج تسير في الاتجاه الايجابي بحكم اننا السنه الثالثه كنحصلوا على نتائج ايجابيه فيما يخص مؤشرات السلامه الطرقيه، بحيث تم تخفيض العدد ديال الوفيات بالنسبه ديال 8.74% سنة 2014، وكانت تقريبا نفس النسبة ديال 8% سنة 2013، وبالتالي إلى شفنا الثلاث سنوات الأخيرة كان تخفيض ديال واحد النسبة ديال كان ربح تقريبا ديال واحد أكثر من 700 وفاة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وهذا رقم مهم ومهم جدا. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم، ولا بغيتوا تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هذا لو بوتون، وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.